سلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة مناسبة لجو الغبار اللي واصل عندنا هنا في الكويت. القصة حصلت عام 2009. القصة اللي ترويها صاحبة القصة نفسها، الفتاة اللي اسمها جميلة. جميلة فتاة مغربية من أهل منطقة تالوين، وعلى فكرة تالوين هذه يسمونها عاصمة الذهب الأحمر. أنا ما راح أقول لكم شنو الذهب الأحمر هذا علشان أبيكم تبحثون وتستفيدون، راح تسمعون شيء جميل جدا وثروة لها قيمة كبيرة جدا في المغرب، لربما أن كثير ما يدري فيها. المهم، هالفتاة هذه من أسرة مكونة من أم وأب، وعندهم 6 من الأبناء، 3 بنات و3 أولاد، أصغرهم الفتاة اللي اسمها جميلة. جميلة من مواليد 1989. ادخلت الابتدائية في أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، بعدين والدتها طلعتها من المدرسة، قالت لها يا بنتي احنا مو من العائلات اللي يخلون عيالهم يكملون دراسة، احنا وضعنا صعب واحنا عائلة فقيرة ونحتاج للمساعدة، كل فرد من العائلة لابد انه يعمل علشان كلنا نقدر نسدد مصاريف والتزامات البيت. فعلا طلعت بنتها من المدرسة، لكن البنت الصغيرة هذه وين تروح؟ شنو تشتغل؟ خلت جميلة تشتغل خادمة في البيوت، شغالة. وفعلا وتنقلت جميلة من كان عمرها تقريب 7 سنوات وهي تشتغل خادمة في المنازل، في مراكش، في الدار البيضاء، في أقادير. ما خلت سنوات مرت على هالبنت وهي تشتغل خادمة في البيوت، من بيت البيت، من ومشاكل. أنتم عارفين قصص الشغالات لما يشتغلون في البيوت شنو اللي يتعرضوا له، يعني مرات عائلة زينة، مرات عائلة مو زينة، مرات عائلة فيها شباب وتحرشات ولا ضرب وإهانات، ولا في عائلة تكون زينة وخلاص وبعدين تستغني عن الشغالة تروح إلى بيت ثاني يكون أسوأ ولا يكون أفضل. هذا حال الدنيا، وهذا اللي كانت تعاني منه الفتاة جميلة. جميلة لما كبرت بدت يعني تظهر عليها ملامح الأنوثة، والبنت مقبولة، يعني ما هي جميلة لكن بنت يطمع فيها أي شخص. إلى أن استقر فيها الحال أنها تعمل في منزل لرجل يعمل في الدرك الملكي، وزوجته طبيبة أسنان في حي يسمونه حي النرجس، ومن الأحياء الراقية لكن يبعد يعني مسافة بسيطة عن تالوين اللي هو مسقط رأس الفتاة جميلة. المهم اشتغلت عندهم، زوجين توهم في بداية حياتهم لكن وضعهم جدا ممتاز. الزوجة طبيبة أسنان وما شاء الله شغلها ماشي، وذاك يعمل اللي هو الزوج يعمل عسكري في الدرك الملكي، ورزقهم الله في أولاد توأم، ولد وبنت، وحياتهم سعيدة جدا. وتشتغل عندهم جميلة كخادمة. جميلة تسولف أثناء التحقيق معاها أمام وكيل النيابة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ايش قصدك يا ابو طلال؟ ليش وكيل النيابة يستجوب جميلة؟ اسمع السالفة. جميلة تسولف تقول الدنيا لطمتني من بيت البيت إلى أن وصلت بيت الدكتورة وزوجها، وكانوا في قمة الروعة في البداية، إلا أن بعد فترة بدت الطبيبة تقسو علي شوي، بدت يعني تكثر علي من الطلبات، أقوم من الفجر أشتغل، أنظف البيت، أغسل المطبخ، أنظف الأولاد، أشيل الأغراض، أحط، ما أنام إلا في منتصف الليل. وهذه حياتي عندهم. اشتغلت عندهم لمدة سنة على الحال، والمصيبة
ان طوال فترة حياتي في الشغل راتبي ما كان يتجاوز 750 درهم مغربي، يعني 22 دينار كويتي، يعني 60 دولار. ورغم هذا ان المبالغ كانت تاخذها والدتي وانا ما كنت اشوف منها اي شيء. حياتي كثيفة، يعني مراهقتي انا ما عشتها، ما عشت يعني اللي تعيشه اي فتاة في عمري، عمرها 20 سنة في قمة الـ يعني النشاط وفي قمة الفرح والسعادة وجو الأسرة. ابدا هذا انا ما عشته. عشت كل حياتي اشتغل في البيوت من بيت البيت الى ان وصلت عند الدكتور. اي زين كملة يا جميلة. وبعدين قالت عائلة الدكتورة وصار عندهم ولدين توأم اعمارهم يعني اصبح في 3 سنوات تقريبا، وانا اللي ارعى هالاولاد، وعندهم كذلك في البيت جدتهم ساكنة عندهم، جدة الدكتورة نفسها ساكنة عندهم وانا كذلك ارعاها، والدكتورة دائما تطلع من الصبح وما ترجع الليل شغلها، وهذاك الزوج كذلك في الدرك الملكي عند التزاماته، وانا ماسك البيت كله، وهذه المرأة العجوز اللي هي الجدة كل فترة فترة تطلع وانا اشيل البيت، انا اللي اطبخ، انا اللي اغسل، انا اللي اسوي كل شيء، الى ان تغيب الشمس ويجون العائلة من الدوامات وانا اعشيهم واغسل الصحون واضبط الامور وينامون بعدين اروح انام. في يوم من الايام شو اللي حصل؟ تقول كالعادة الطبيبة راحت للعمل والزوج العسكري راح للعمل، بقت اللي هي الجدة. الجدة قالت لي يا جميلة انا بروح الى السوق اتمشى شوي وارفع عن نفسي وبشتري الاغراض، فعطيني مفتاح الباب الخارجي. قلت تفضلي. وهي طالعة انا كنت انظف يعني في المطبخ واسوي يعني اللي هو الغداء للدكتورة وزوجها قبل يجون من دوامات، بعد ما نظفت البيت وبعد ما صحوا الاولاد وبدلتهم ملابس وعطيتهم اكلهم فطورهم وجلستهم في صالة الاستقبال وكملت شغل في المطبخ، طلعت الجدة وهي طالعة وتنده على جميلة، قالت لها يا جميلة تعالي. تقول انا رحت تركض شو اللي فيه، ولا الاولاد اطلعوا من الاستقبال وراحوا الى الحديقة، حديقة المنزل في كان عندهم مثل قن للدجاج او قفص كبير للدجاج، وكان في وحل وطين وكذا وتوسخت ملابسهم، فرحت خذيتهم وبدلت لهم ملابسهم وجلستهم مرة ثانية في الاستقبال وحطيت لهم أكل ورجعت إلى المطبخ ورحت الجد. وأثناء ما أنا كنت أشتغل في الطبخ والتنظيف وأنا كنت في قمة اليأس والتعب وأفكر بحالي وأفكر بجمالي اللي راح وأفكر بحياتي وإن أنا ما لي مستقبل، طول عمري أشتغل ولا يعني جنيت من هالشغل هذا ولا درهم وحياتي كئيبة. وأثناء ما أنا كنت أطبخ جو بجانبي لهم الأولاد، الأولاد اسمهم آدم وسارة توأم عمرهم 3 سنوات، جلسوا يلعبون بجانبي وأنا في المطبخ، ف بدأوا يصدرون أصوات مزعجة ويصرخون ويلعبون وكذا، وأنا أصرخ عليهم وأصرخ عليهم إلى أن انفجرت يا الساتر. وبعدين كملي وكني أبي أكلمها. إيه كملي. وبعدين قالت طلعت من المطبخ، خليتهم في المطبخ، طلعت من المطبخ وأنا ماني عارفة ليش طلعت، ليش لما انفجرت من الغضب طلعت من المطبخ توجهت لا شعوريا
إلى القبو، عندهم مثل السرداب الصغير في البيت يعني. تقول دخلت القبو وكان في حوض سباحة اللي هو البلاستيكي، تعرفون اللي يلعبون فيه الأولاد، الحوض اللي يتفخونه مرات ولا يعدلون يعبون فيه ماي، وممكن انك تصفطه او انك يعني تخبيه، يعني تصفط يعني بلاستيكي. اول ما شفت الحوض البلاستيكي تقول فرشته في القبو، وصعدت مرة ثانية ووجدت آدم وسارة موجودين داخل المطبخ، وعلى طول مسكتهم كل واحد من إيد وأخذتهم معاي إلى القبو. وبعدين قالت رميتهم وين؟ داخل الحوض البلاستيكي. إلى الآن الوضع ممكن إن يعني إن ما في مصيبة إلى الآن. تقول لكن أنا شنو سويت؟ بديت ألف الحوض البلاستيكي على سارة وآدم، يعني سويتهم نفس اللفافة عليهم، حطتهم على الأرض بالداخل الحوض البلاستيكي، وبدت تلف الحوض حوالينهم إلى أن لف الحوض بالكامل، والأولاد يصرخون ولا اهتمت، وشالتهم وحطتهم في صندوق كرتوني وأغلقت عليهم الصندوق، خلتهم داخل القبو، ورجعت مرة ثانية إلى المطبخ. لحظات ودخلت الجدة جاية من برا، فتسأل جميلة وين الأولاد ما أشوفهم؟ قالت والله ما أدري، أنا كنت موجودة داخل المطبخ. يدورون يلفون حوالين البيت، داخل الغرف، في الصالة، في الكذا، أبدا ما لهم أي أثر. افتحوا باب الخارجي يدورون عليهم حوالينهم في الشارع في الحارة، ما في أثر لسارة ولا أدهم. حتى جميلة نفسها كانت تبحث مع الجدة، وعلى طول قامت الجدة واتصلت على أبو الأولاد وقالت له الحق أولادك مش مبينين، ما احنا عارفين وين راحوا. ويجي الأب من دوامه مفزوع، وينهم وين راحوا؟ يسأل جميلة، قالت ما أدري أنا كنت في المطبخ، والظاهر إنه أطلعوا بدون ما أنتبه. أوف، ويدورون. أرجعت الأم من الدوام، أحضروا زملاء العسكري بعد ما بلغ السلطات، وبدأوا يدورون معاه، الجيران، أهل الحي، أقلبوا الدنيا على آدم وسارة أبدا ولا أحد عرف وين اختفوا. بدأ التحقيق حتى مع جميلة، لكن أبدا جميلة كانت متماسكة، تقول أنا لما كان يحقق معي كنت هذا جوابي، أنا كنت داخل المطبخ وما شفتهم. يدورون حواليهم مني ومنك، أبدا ما في أي دليل أو أثر لسارة وآدم. أول يوم العائلة منهارة، ثاني يوم، ثالث يوم، بدأوا الأسرة يستخدمون الوسائل الإعلامية في البحث لعل وعسى الخاطف يحن قلبه، حتى أنهم اطلعوا على القناة التلفزيونية الأولى في المغرب، طلع أبو الولد نفسه، أبو الولد والبنت، وقام يشرح حتى العلامات البارزة في أولاد، لعل وعسى أحد يرشدهم على مكان وجودهم، أو خاطفين يطلبون فدية ويدفع لهم. ما عنده مشكلة إنه يستغني عن حياته مقابل إنه يرجعون أولاده. لا، طلع الأب هذا أصلاً وهو زوجته الدكتورة كانوا يعانون من عدم الإنجاب لفترة طويلة، إلى أن رب العالمين رزقهم في آدم وسارة. الظن عزيز جدا، فما بالك لما يكون محروم ورب العالمين يرزقه، يكون بالنسبة له كل حياته.
ويترجل المسكين في التلفزيون والناس تأثرت والكل يبحث في حي النرجس يدوروا ولا يدورون ما في. كملي يا جميلة الله لا يبارك فيك. قالت بعد مرور أسبوعين تقريبا من معاناة ومأساة الأسرة بفقدانهم أو ضياع أولادهم، الجدة قامت يعني تشم رائحة العفن تخرج من القبو، وقامت تتبع الرائحة إلى أن وصلت إلى الصندوق الكرتوني اللي في القبو، لما فتحته ولا حوض سباحة بلاستيكي ملفوف. لما فتحت الحوض ولا هذه جثة آدم وسارة رحمة الله عليهم. طبعا كانت صدمة للأب والأم ولكل من سمع فيها القصة، وخصوصا أن الموضوع كان منتشر إعلاميا، الكل تأثر بوفاة هالأبناء هذول اللي ما لهم ذنب. أول شخص كان متهم هي جميلة اللي اعترفت على طول أول ما تم العثور على الجثتين، اعترفت قالت نعم أنا اللي قتلتهم. شلون قتلتهم؟ قالت والله أنا خنقتهم، خنقتهم في الحوض البلاستيكي، لفيتهم وحطيتهم دغصة. ليش؟ والله أنا كنت منهارة وأنا كنت والإزعاج اللي تسببوا لي في لحظة انهياري العصبي اضطريت أني أنا أتخلص منهم، ولا كانت تفكر في العواقب الوخيمة اللي راح تحصل عليها بعدين. مالكم بالطويلة، الموضوع أثار ضجة في الشارع المغربي والكل بدأ يتابع، حتى لها صور اللي هي جميلة منتشرة والناس كانت تتلاحقها من مكان لمكان علشان يشوفون هالحقيرة هذه اللي اقتلت هالبراءة هذه. ليش يا جميلة ليش سويت كذي؟ يعني مالكم بالطويلة، محاكمات سنة ورا سنة إلى أن تم الحكم على جميلة بالسجن 30 سنة ودفع غرامة 200,000 درهم لأسرة الضحايا. طبعا شو تفيد الفلوس وثلاثين سنة؟ والله العظيم هذه شوية بحقها، هذه أصلا حتى الإعدام حرام في هذه، عشان لا ترتاح من الموت. يعني اللي سوته هذا الشيء يخلو من الإنسانية. لكن اللي بوصله لكم، أي شخص غريب عن بيتك لا تأمن فيه. أنا ما أقول لك خون في الشغالة ولا خون في الخادم اللي عندك، لا 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 لا، أنا ما أقصد كذي، لكن خلك حريص، خلك حريص على بيتك ومالك وأهلك، وخصوصا موضوع التعامل مع الشغالة والخادمة في البيت. أنت مدام عندك أولاد، مدام عندك بيت، مدام عندك شيء تخاف عليه، لازم أول شيء تخاف الله في التعامل. يعني شلون تنام وأنت مرتاحة وأنت يا امرأة اللي تعاملين شغالتك في معاملة سيئة ومعاملة غير إنسانية، شلون تنامين وأنت مطمئنة؟ يعني ما تتوقعين انها تسوي فيك شيء مثلا، او في اولادك، ولا في الاكل تحط لكم شيء، ولا بنص الليل وانت نايمه تسوي فيك شيء. عامليها معامله طيبه، وفوق هذا لازم انك تكونين على حذر وفي مراقبه مستمره على بيتك وعلى اولادك. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.